صباح القصص اللي كيبردوا القلب، القصص اللي كيطلعوا المورال. صباح الخير على الغزالات ديالي، اميراتي الفنات في ما كنتم في هذا العالم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهرزاد. توحشكم الغزالات ديالي صراحه. البارح من مورا ما قريت لي كومونتير اللي حطيتوا لي في ذاك القصه، لحمي بورش عليا. قلت افو، واش لهالدرجه؟ ما نكذبش عليكم، حشمتوني لهلي خطيكم. كيف ما قلت لكم ما كرهتش، ولكن دابا غتشوفوني انا بالضبط فين في واحد الفتره فين كنت، لانني مشيت لبزاف ديال البلايص ما كانش الريزو البنات. في الاول ما كانش عندي غير شويه ديال الريزو، كنت كنقول غادي نتبدل من البلاصه وغيجرح الريزو وغادي نتيليشارجي القصص والامور غتمشي مزيان. ولكن البنات راه في الاخر حتى الريزو باش نقول الو ما بقاش عندي. داكشي علاش غبرت عليكم هاد الغبره. توحشتكم البنات بزاف، توحشت لي كومونتير ديالكم، حسيت بواحد الطاقه ايجابيه ما نقدرش نوصفها لكم. هي فعلا كان خاصني واحد الفتره اللي نرتاح، اللي نجلس مع وليداتي، ودابا انا راجعه وبقوه ان شاء الله وباذن الله. هذا وعد ان شاء الله يا ربي الحبيب، له لا تحشمني زيد ربي ان شاء الله. واحد القصه في النهار هذه ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله يا ربي يا ربي الحبيب ما تحشمنيش. حتى انا كي كنوعدكم كيخرجوا لي البلانات من الجناب. المهم وحده ان شاء الله في النهار ان شاء الله كاينه، ان شاء الله غيكونوا جوج وغنقدر ندير لكم ثلاثه، لان كاينين بزاف ديال القصص كيتسناو. قريت بزاف ديال القصص في هاد اليامات، بزاف 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 بزاف، يعني كاينين قصص وقصص النار في لاكار، داكشي اللي كيعجبكم البنات. المهم وجدوا لي راسكم، تنتوما كنظن انكم اللي سافر سافر، اللي عنده شي غرض قدا دابا راه برا على القصص. راه برا على التبخشيش في الكوزينه، نظموا الامور، نشوف كل واحد شنو دار او لا لا. وين توحش نهضر معكم البنات، داكشي علاش خديت لكم هكا شويه من وقتكم. ودابا ندخلوا مباشره القصه ديالنا. معكم الهام، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي ومجرى فيها، وغادي نبدا لكم القصه ديالي من نهار اللي تزوجت. انا البنات تزوجت هذه 4 سنين، بالحق ما تحسبوش عليا 4 سنين كامله، حيت في 3 سنين الاولى كنت اكبر حيوانه، كنت واحد المكلخه وواحد المطنقه، ري انا كنت هكاك فيبكوز. كنت البنات ما بيني وبين كيد العلا كيد نسا غير الخير والاحسان. دارت هز بيا العجوزة واللويسات، خلاوني يا البنات، خلاوني غادي نتسطى ونحماق. الراجل اللي كان تسطى عليه وكان تسطى على الطراب ديال الرجلية ودير ليا كيف المال قليل، ما مخليني منقصة من تشي حاجة. قبل ما كنطق الحاجة كتوصل لعندي كنت غنتفارق معاه، تخيلوا على كان بوا حتى النهار. لواحد الجارة كان بينو بينها السلام، صراحة ما بيناش وبينها شي علاقة. فواحد النهار كنت خارجة كان بكي، عرفتي وصلت بيا العظم، صافي كنت غادي نحماق ويتلاقى معايا. المهم السلام السلام، قالت ليك لاباس. انا ما مولفاش كنعاود الاسرار ديالي، انا حتى امي ما كنعاودش ليها بزاف، ماشي داك نعاود ديك الناس اللي كنجي نعاود ونهضر ولساني طويل، لا انا كتومه وخا هكاك. ولكن هذيك النهار فحال لقاتني طيبه، لقاتني باغا غير نفرغ، ايوا بديت كنعاود ليها، خلاتني تكملت وقالت لي ما تقوليش ليا ما تقوليش ليا ما كتصنتيش لشهرزاد. قالت لي واش كاينه شي مرا بزوجه وعند العجوزه واللويسات؟ تحيه العجوزتي. ما كتصنتش لشهرزاد. قالت لي مستحيل. قالت لي شكون هاد شهرزاد؟ قالت لي اجي نوريها لك. عطاتها هي البنات التليفون وكتبات لي القناه ديالها، ومن تما وانا كل نهار راه من الصباح حتى الليل ما كندوش قصه، دست على القديم كامل، قناتها القديمة، دخلت كنقلب على القصص القدام اللي تمسحو. وباش نزيد نفرحكم إن شاء الله ابتداء من هاد السيمانة غنرجع نحط لكم دوك القصص القدام، لأنهم فيهم شي قصص كيدنسا على حقه وطريقه. وليت كنقول ميمتي أنا فين كنت غارقة؟ تي أش من بير كنت أنا فيه؟ واش أنا كنت محسوبة على العيالات؟ أوي أنا ما كنتش محسوبة على العيالات، وكانوا يا البنات ديري فيا ما بغاو، كانوا كيضحكوا عليا وانا يا كيف الحماره غنجي معاهم بنيتي. ولكن النيه وقلت النيه ما كتلاقاش. ايوا حفظت القصص وهاد العام تفرطت عليهم ودوزت فيهم ستاج، واليوم جيت نعاود لكم قصي باش تقولوا ليا واش وليت مرا مقرصه ولا باقي منونخه، وشجعوني انا يلاه بديت في كيد نسا ولكن نعجبكم. المهم البنات قصتي كيف ما قلت لكم بدات هذه 4 سنين، بدات في النهار اللي دخلت لواحد المحل تجاري باش نتقدى،
وي محل كيبيع شي حاجه ما ندخلش في التفاصيل. مول المحل زاد فيا. المهم السيد ما نزلش عينو عليا لدرجه انه ناض براسو وجا وبدا كيعاوني في داكشي اللي كنت كنعزل. المهم كملت مشينا للخلاص، كيدير معايا واحد الثمن اللي ما نقدرش نوصفو لكم. الوقت اللي كملت باش نمشي قال لي عافاك تخينا النمره التليفون ديالك، قلت له علاش؟ لان ما هذاك الشيء اللي غنتغداه ما عنده حتى شي علاقه بنمره التليفون، ماشي طلامط ولا بياسه غنخيطها ولا مثلا ما عندوش علاقه، فهمتوني؟ يعني حاجه خديتها بسلامه الله يعاون العونات. قلت له علاش؟ قال لي احقار دايرين واحد المسابقه ورحنا مازال وانت حنت قديتي من عندنا بزاف، ما بغيناش زعما نضيعوك. قال لي راه ما غنبداو حتى السيمانه الجايه وهذه ما هذه. المهم انت غير قيدي لي الرقم ديال التليفون ديالك وعطيه ليا، انا الوقت اللي غنبداو نديرو في داك المسابقه راه غنلوحو مع النوامر. انا قلت ما خسر حتى شي حاجه نجرب واخا انا عارفه ما عندي زهر. المهم كتبت له الرقم ديال التليفون ديالي في واحد الوريقه وتميت خارجه مع الباب. دس المحل الاول، المحل الثاني، مازال ما وصلش حتى للمحل الثالث، يعني باقي غير حداه. عاد التليفون ديالي كيصوني صوره بواحد النمره ما كانش عندي، يعني نمره غريبه عليا. شفت فيها جاوبت باش نعرف شكون اللي معايا. قلت الو، ويقول لي الو السلام عليكم. قلت له عليكم السلام، شكون معايا؟ قال لي انا هو السيد اللي عطيتيني النمره دابا. بقيت كنشوف النمره وقلت له كيفاش؟ قلت له شكون انت؟ قال لي انا السيد اللي عطيتيني النمره ديالك في الحانوت. قلت له اه مول المسابقه، ما تزوجش لي ربحت دغيا دغيا. بقى كيضحك وقال لي شوفي ما كاين ما نخبي عليك، بيني وبينك ما كاين لا مسابقه لا حتى شي حاجه، غير هو قبيله كان وحدايا الكليان وما بغيتش نعيق، داكشي علاش درت معاك هكاك. شوف اختي انا غنجيك نيشان، انا هو مول داك المحل، وجي وسولي عليا، ماشي شي واحد اللي زعما ما معروفش ولا شي حاجه. انا اختي عجبتيني وبغيتك الحلال، اذا كنتي انت يا باغا اعطيني شويه من وقتك نتعرف عليك، والا كنتي كاع ما متيقاش اعطيني غير النمره ديال والديك، انا غنتواصل معاهم ونجي عندكم الدار من غدا. انا زرب عليا زربه وحده، واش انا غادي نتقدى حتى تجيب معايا عريس وانا في ديك الوقيته؟ ما نكذبش عليكم يعني كنت باغا نتزوج، وراجل فحالو ما يتعبش، واخا هو كيبان كبر مني شويه، ولكن الصراحه يعني دري ظريف الله يعمرها دار شكلها المقبول، يعني صراحه ما كان ناقصو حتى شي حاجه. المهم بديت كنهضر انا وياه هضره كتجبد هضره، حتى قال لي شوفي الا جات على خاطرك هاد العشيه نتلاقى انا وياك فيما بغيتي نجلسو نهضرو. قلت له واخا. قال لي انت فين ساكنه؟ قلت له انا فين ساكنه. قال لي نجي نطرقك ونمشيو لشي قهوه. قلت له شوف نتلاقاو نيشان في القهوه باش ما نركبش معاه في الطوموبيل. فعلا داكشي اللي كان، كتمشي تلاقيت انا وياه في واحد القهوه، جا السيد لابس مقاد عكس الحوايج اللي الشوم اللي شفتو لابسهم في المحل. مهم جلسنا وهنا غنتعرفوا. السيد قال لي شوفي انا راني مقطوع من شجره، ما عندي لا والدين لا خوت، انا بنت الناس ناوي المعقول، ولا بغيتيني من غدا نجي نخطفك من عند والديك. قلت له مرحبا. المهم بديت كنتعرف عليه، قلت له سميتي شحال عندي من عام؟ كان قال لي واش خدامه ولا لا؟ قلت له جالسه غير في الدار. قرايه ما قرات زعما شي قرايه وما كملتش صافي وبقيت جالسه. صافي بقات هضره كتجبد هضره، تعرفنا واحد شويه. مهم قال لي شنو بان لك؟ قلت له عطيني شويه الوقت نتعرف عليك، حيت انا فاش قال لي مقطوع من شجره فحال خلعني واحد شويه. من تما بديت كنتعرف عليه. انا البنات من طبيعتي حنينه ودرويشه لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال، المهم البنات غير جبدوا الدفال لانكم غادفلوا عليا. اش غنقول لكم؟ صافي بقيت كنهضر معاه السيد قد ما انا كنهضر معاه، قد ما كيزيد يتعلق بيا حتى ولا كيتسطع على التراب ديال رجليا فهاديك الفتره، ولا كيقول لي امري اللي تامري عليه نجيبو حتى لبين يديك اللي بغيتيها. ما خلى تليفونات، ما خلى، انا ما كنت كنقبل منو حتى شي حاجه، واخا كان كيجيب داكشي كنقولو راه ما خاصكش ما خصيش ناخذو من عندك، باشمن موجب شرع غناخذو. كيقول لي شوفي انت راه مرتي، انت اللي معكسه وانت اللي ما باغاش، كنقولو خليني نتعرف عليك اكثر. المهم السيد كان كيدير المستحيل باش يتعرف عليا، اي سؤال كنت كنصاوبو نسولو كان كيجاوبني. قلت له فين كبرتي؟ قال لي انا كبرت مع واحد عمي. والديك فينا هما؟ قال لي والدي احقا محقا راه ماتوا. وقلت له فينا وعمك؟ قال لي عمي وقع معايا مشاكل وكان مكرفص عليا، وعمو كان ميكانيك وهو كان خدام معاه، قال لك وكان كيضربو كان كيتعدى عليه، هو الوقت اللي وصل شي 12 عام ولا 13 عام، قال لك كان خرج بالبلوزه اللي لابس، عرفتو حوايجو حالتهم. كان دقو دقه ديال العصا والسيد كان هرب، قال لك هرب، ومن تما بدا كيتجى الوقف الزناقي من هنا لهنا، شويه دبر على خدمه، شويه ولا كيهز الثقال، شويه منا، مهم تكون راسو. وحتى اليوم راه الحمد لله ما ناقصو حتى شي خير. فداك الوقت اللي كنت كنهضر معاه هو كان كيقلب على شي سكنه، كان باغي يكري
ولا يشري على حسب شنو لقى، لانه كان حتى ديك الساعه مازال ما عندوش الدار، لانه هو سباق المحل وهو ديما كيقول لي راه المحل يدير الدار والدار ما يدير المحل. المهم هي هذيك كنهضر انا وياه، هو كيوجد وكيتقاتل وما كيخلي ما كيدير زعما باش يوجد الامور باش يجي يخطبني من عند والديا. انا ما نكذبش عليكم، الوقت اللي عاود لي القصه ديالو وعطبت عليه وحنيت فيه اكثر، وكنت حسيت انه محتاج الحنان، بديت كنسول فيه فينك دخلتي للدار، شنو كليتي، شنو شربتي، فين غادي، شنو كدير، شنو كتفعل. وهو هادشي عاد ما كيزيد يخليه يتزعط فيا ويزيد يخليه يحماق عليا، وكيقول لي انا المحنه ديالك عليا عندي بالدنيا وما فيها. المهم علاقتنا كانت زوينه لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال، والسيد كان كيحترمني وديما كان كيقول لي غير المدام، كيقول لي شوفي انا حطك مرتي ماشي شي حاجه وحده اخرى، ما عمره تبسل عليا ولا قال لي شي كلمه ناقصه، كنا تلاقينا يمكن جوج المرات فقط، شي الاخر غير في التليفون. المهم غادي نبقاو هكاك حتى صافي السيد كان مشى كرا واحد الدار مبدئيا، قال لي غنكريوها ونستقروا فيها حتى من بعد ونشوف شنو غادي ندير. صافي هذيك راها بدا كيفرش فيها في ديك الوقيته، قال لي شوفي انا بغيت نجي عند والديك، قلت له لا بلاتي شويه انا باقي مترده، قال لي شوفي بغيتيني يا بنت الناس مرحبا، بلا ما تخليني حتى نتعلق بيك وتخوي بيا. قلت له شوف انا نعطيك عهد الله ما عمرني نخوي بيك الا ما عجبتنيش شي حاجه فيك. قال لي اشنو ما عجبك سوليني وانا نقول لك. المهم انا واخا كنت مترده، المهم السيد بقى لاصق فيا لصاق ومتهنى حتى كنت وافقت انه يجي عند والديا. فعلا السيد كان جا عند الوالدين ديالي، كان جلس معهم، الوقت اللي جا كان جا معاه واحد صاحبه ومرت صاحبه. المهم جا ودوا مع با، قال لي انا راني يتيم ما عندي حتى شي واحد في هاد الدنيا، انا جيت طالب راغب في يد بنتكم، عندي المحل فلان فلاني سير سول عليا، زعما الناس كاملين كيعرفوني وهذا. المهم الاب ديالي قال لي بنتي شنو بان لك، قلت له اللي بان لك، هز راسو با مشى سول عليه في الحوانت، الناس كاملين كيشكروا كيقولوا لي هذاك الشخص ما عمرنا ما شفنا فيه كلمه لعيب. وصراحه شحال من واحد تما قال لي زعما لو يجيني انا في بنتي ما نقولش لا، قال لي النهار الاول نعطيها ليه. المهم با فسمع ديك الهضره كنرتاح، وكيبان له السيد يعني باش يكون راسو وصل لهذيك المستوى وهو ما عنده لا والدين، دوز واحد الحياه اللي مكرفصه في الزنقه وهذا ماشي سهله، ماشي سهله البنات. المهم كان قال لي اللهم يسر. ايوا هنايا البنات شنو نقول لكم، راه ما خل ما كرهش يجبد القمر وينبدو ليا، عفسو هكاك البنات، شمنك يا كادوات، شمنك يا فلوس، الصداق ما تحاسبش معايا، العرس تقريبا هو اللي يوجدو كامل، كلشي البنات كلشي. انا ما كنتش كنحط يديا في جيبي فديك المده كامله ديال الخطوبه، لدرجه ان نهار الخطبه كانوا حاضرين غير عائلتي، هو كان جا هو وواحد صاحبه وواحد السيد اخر كنعرفو هو ومرتو داكشي، وهما اللي كانوا جاو. انا طاش ما دير عباد الله دوك الناس كاملين كلاو وشربوا على نفاقته، هو اللي كان تقدا لينا كلشي، العرس كذلك ومثال. المهم كبر بيا التكبيره ديال النفس وتزوجت بهذاك الشخص ومشيت سكنت معاه، حرفيا دوزت معاه احسن يامات في حياتي. الوقت اللي تزوجنا كان خدا كونجي، سافرت انا وياه برا المغرب، ما خلا فين داني، دخلنا كان دير ليا كلمه القليل، باقي الله مزوجه، كان كيقول لي الحاجه اللي تضرك ما عندي ما ندير بها، الشقه ديال الدار كان كيقول لي الحاجه اللي ثقيله ما تهزيهاش جيب لي عاونك، كان حنين فيا وانا ماشي كنت حنينه فيه. عرفتي ديك اللي كتوقف قدام الباب وكترد لي البال شنو لابس وتقاد لي القميجه وتسري لي الصباط وتفاصيل ممله، وصيفط لي الماكله ديالو، وصل هذيك الوحده الجوج كنقول له ما تاكلش من الزنقه، صيفط لي شي ولد ولا نجي انا ولا جي نتايا الا ما كنتيش مسالي، الا كنتي مسالي شي تغدى معايا، حنينه فيه، الا مريض نسهر معاه، كنتهلا فيه. هو ديك الساعه كان يلاه بدا السكر، كنت تمشي دير ليه الريجيم، دير ليه شي حاجه اكثر من الريجيم، يعني ضابطالي الشغل ديالو، وعلاقتنا كانت زوينه بزاف. المهم غندوز انا وياه واحد 4 شهور حتى النهار اللي غادي نتصدم وغادي نكتشف ان السيد والديه ما ميتينش، والديه على قيد الحياه. المهم انا فاش اكتشفتها طلع ليا الزعاف ونوضت معاه الصداع، وقلت له علاش كذبتي عليا، قلت له واش دابا كضحك عليا وهذا، والصراحه قلنا صافي غادي نوصلوا للطلاق. السيد طرم ليا على رجليا وقال لي انت ما عارفه والو، انا الا جيت قلت لك والديا حيين غادي تقول لي لا انت لا والديك، خاص والديك يجيو يخطبوني، خاص والديك يجيو. قلت له انا بغيت غير نعرف شنو هو السبب اللي مخليك مقاطع والديك، قال لي شوفي انا غنعاود لك كلشي وانت حكمي. قلت له انا كنسمعه، قال لي انا فاش كنت صغير هو راه كان الولد الوحيد وسط 4 ديال البنات وكان هو الكبير فيهم. قال لي انا فاش كنت صغير
قال لي با هزني وداني عند عمي عندي 7 سنين ما قريت ما والو. قال لي الدري كيقرا وانا كنت باغي نقرا. قال لي هزني وقال لي ما عندك ما دير بالقرايه، سير تعلم الصنعه باش تعاوني على الزمان. قال لي هو كان عاطيها لالا ومالي وتقرقي بصواني، ما خدام مردام، قال لك يخدم نهار ويجلس سيمانه وانا يدافع عليه تماره. نهار اللي مشى عند داك عمو قال لي عمي تكرفيس لي دوز عليا، ما عمرني شوف حياتي. وهذاك عمو كان ولادو كيقراو وهو كان كيعطيه الكرفي فداك المحل. قال لي العصا قدام الكليان السبان والمئيار. قال لي كان كيقول لي هذوك المفاتح اللي كيحلوا بهم الطوموبيلات السوار ديال الطوموبيلات. قال لي كيقول لي مثلا نمره 12 ولا هادي. قال لي لا ما عارفهاش. قال لي وينوض ويضربني، مره يضربني بكلامونيط، مره يضربني بساروس، كل مره باش يضربني. قال لي ديما كنت كنمشي عند با مضروب مجروح. قال لي بعض المرات كيحرقني، بعض قال لي شحال مره خبع عليا القهوه سخونه. قال لي ما نقدرش نوصف لك داكشي اللي دوز عليا. قال لي فاش كنمشي عند با وكنشكي عليه، قال لي كيشدني وكيعطيني قتله ديال العصا. وبقى هكاك من 7 سنين حتى 12 عام. قال لي حتى النهار اللي صافي تجيت وقلت ما عمرني ما نرجع. قال لك فداك الوقت لم وحنات فيه ولا با حن فيه. قال لك اخر اخر مره اللي عليها غير هرب كان مشى عند با وقال ليه با انا راه صافي ما غاديش نبقى عنده، نمشي نقلب على خدمه اخرى. قال ليه با الا خرجتي من عنده انا ساخط عليك واعتبرني مت. قال له با راه دعمي راه كيتكرفس عليا. قال لي وريته الحمي كامل مطبع واكل العصا وداكشي. قال لي غادي يشدني با وغادي يعلقني في المصريه. قال لي وغيجبد واحد الصمته وغيبدا يعطيني لحمو كامل ذوقو ليه. خرج من عند باه مشى عند عمو جلس يومين من موراه هرب. من تما السيد معول على راسو، قطع علاقته مع عائلته، ما بقى لا كيعيط ليهم لا كيسول فيهم لا والو. دوز السكر فيه ونعس في الزناقي. هز في الاول كان كيهز غير هكا، يهز قفاي يمشي للمارشي كليو يهز هذوك الصنادق ديال الخضره، كيمشي بلاصه الجمله كيهز. المهم كان غير حمال بشويه بشويه. قال انا كنت كنحمل باغي غير طرفه الخبز اللي ناكلو. قالك ما كنت طامع لا في بيت نعس فيه لا في حتى شي حاجه، قالك باغي غير ما ناكل. قالك النهار كامل وانا كنجري داكشي اللي كنصور كنمشي نخشي في كرشي. قال لي كانت ليا شويه. قالك بشويه بشويه بدا كيكون راسو، حتى في الاول كرا مع الدراري، شويه بشويه بدا كيكبر، شوي شوي بدا كيفهم. قالك الوقت اللي بديت كان كبير وهذا دوك الناس شافوني معقول، بديت نخدم عند هذا نخدم عند هذا، شويه وليت كنبيع ونشري. قالك بشويه بشويه حتى درت براسي، حتى كونت راسي، حتى النهار اللي الحمد لله فتح لي سيدي ربي ودار ديالو. المهم انا فاش عاود لي القصه ديالو قلت له شوف والديك يقدروا يكونوا غلطوا، ما يمكنش انت تقاطعهم هاد السنين كامله لمجرد انهم واحد النهار تعداو عليك. والديك غلطوا وانت يكون عندك العقل. قال لي هاد الموضوع ما تجبديش ليا وصافي ستي ليا الموضوع، انا عاود لك دابا كلشي وجدتك الصراحه بلا ما تبقاي تهضري. قلت له علاش خبيتي عليا؟ قال لي انا خبيت عليك باش ما تقوليش ليا احق والديك يجيو عندنا يخطبوني ولا باك يعكس ليا ويقول لي الليله ما كانوش والديك. قلت لهم نقول انني يتيم باش نتهنى من هذاك السوق. انا والديا موقف واش معايا ما كبرونيش، ما حتى شي حاجه ما عندي ما ندير بهم. انا فاش قال لي هاد الهضره تعاطفت معاه، ولكن في نفس الوقت بقات فيا ماما بقى فيا بابا. قلت غلطوا، حنا كاملين كنغلطوا والله يحسن العوان. وبعد المرات قلت الشيء كتكون صعيبه، يمكن انا ما كنتش عارفه بزاف د الحاجات الله اعلم. المهم بالنسبه لي هادشي اللي كان، تخيلوا من ديك الساعه اللي قال لي هاد الهضره وانا يا لاصقاه. كل شويه نجبد ليه والديه، كل شويه نقولوا اللي غلب يعف، كل شويه كنقولوا واش كتسول عليهم، كنلقى السيد كايسول عليهم وعارف الاخبار ديالهم. هذيك الساعه كانوا جوج خواتات زوج لا، المهم كان عارف عليهم كل شيء. المهم كنت كنسولو عليه وعليهم وداكشي، كيقول لي الموضوع ما تجبديهش ليا. المهم ديما كان كيصدني، ديما كان كيسد عليا الموضوع. دوزت معاه واحد المده حملت البنات، ربي سهل عليا. الوقت اللي وصلت لسبع شهور كان الوليه طايح ليا بزاف. واحد النهار تشدني الوجع وترتقات ليا السقيه، طاروا بيا للسبيطار وصلت. المهم الطبيبه حاولت معايا بجميع الوسائل باش نقدر نزيد غير شويه بما الوليد يكبر، ولكن والو. البنات كان ضروري ما غسل ولد ديك الساعه، ولدته كان الوليد مازال صغير بزاف وكنا اضطرينا اننا نديرو في القرعه. الوقت اللي درنا في القرعه راجلي كان غادي يتسطح حرفيا. انا هادشي اللي غنعاود لكم ما حضرتش ليه، ولكن الطبيبه والناس اللي كانوا دايرين به هما اللي قالوا لي. قالوا لي كيمشي حتى لحد القرعه وكيبقى يبكي 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 يبكي، كان كيتسطع على ولدو، كيتسطع ليه لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. وانا في ديك الوقيتة كنت حتى انا مريضه. المهم كان كيجي عندي وكيمشي عند الولد، السيد كان باغي يتسطع، عائلتي وقفوا معايا طبعا وهما اللي كانوا واقفين ليا في كل شيء، هما اللي مي كانت مسكينه مقابلاني. المهم دوزنا تقريبا انا دوزت 3 ايام في الكلينيك وخرجت
وولدي كندوز 24 يوم في القرعه. المهم ديك 24 يوم في الاخر كنت كنمشي عنده كنت كنشوف راجلي، راجلي قدامي ما عمره ما بكى، ولكن كيف ما قلت لكم الوقت اللي كان كيمشي بوحدو كانوا الفرمليات كيقولوا لي كيقول لي راجلك حنين بلا قياس، كان كيبكي يعني راه واحد الدرجه راه بزاف. المهم انا ما دويت ما تكلمت، دوزنا ديك 24 يوم خرجت الولد، دار لي اسبوع ما نقدرش نوصف لكم كيفاش داير، فرحان بيه، كان ما يكرهش يبقى هازو ليل ونهار، ما كيبغيش نهائيا يغوت، كيقول لي قبل ما يغوت جبدي ليه رضاعه. انا هي الام اللي كان عندي الحليب وراجلي بزز عليا الرضاعه، قال لي لحقه باش الولد ما تجعريهش، حيت الحليب كان عندي ولكن ما كانش عندي كثير، وكان كيجيب لي الحليب وكيقول لي شبعي لي يا ولدي ياكل مزيان ما ينقصو حتى شي حاجه، كان كيتسطى وكيحماق على ولده. انا من هاد الطريق دخلته وقلت له دابا شوف انت ولدك اشنو كدير عليه، واش كاين شي اف في الدنيا غيكون ما كيحملش ولده ولا ام ما كتحملش ولدها؟ راه انت ما فاهمش، يمكن هما كانوا باغين مصلحتك، يمكن هما ما فاهمينش، يمكن هما ما واعيينش، يعني ما تحاسبهمش، وها انت ما عرفتي الخير فين كاين. شوف دابا تبارك الله وصلت عنبي، كون قريتي تقدر كاع ما توصل لهذا الشيء اولا لا. كيقول لي شوفي هاد الهضره ما تقوليهاش ليا، انا والديا ما حنوش فيا، انا من نهار اللي كنت صغير ما عمرهم حنوا فيا، ما عمرهم سخسوا فيا. قال لي كنت كنجي مريض من عند عمي، قال لي كنجي كنموت، قال لي حتى واحد ما كيتسوق ليا ولا يقلبني ولا يقول لي واش مريض ولا لا، قال لي والو. قال لي تخيلي انتيا تجي باغا غير لما تشكي وتلقاي هذاك الشخص اللي كتشكي عليه واللي انتيا طالبه منه الامان انه يجيب لك حقك هو اللي يسلخك هو اللي تكرفص عليك، قال لي راه ماشي سهله. المهم بديت كندخل معاه بلاتي هي احسن فهاد الوقيته، عائلتي تقول خبار، كتعاود ليهم كلشي، قلت لهم السيد ضرب والدي بخوتو غير هو وقع لي معاهم مشاكل. المهم بابا صراحه ما علقش حيت فهاديك الوقيته ولا كيعرف السيد مزيان، السيد الصلاه والدين والعباده ومهلي فيا، اللي حلت على فمي كيعطيها ليا، كان كيدور معايا كيعطي لعائلتي، زعما مهلي فينا مهلي فينا ديال بصح. المهم البنات بقيت على هذاك الموال، غاديه وكنحفر غاديه وكنحفر غاديه وكنحفر غاديه وكنحفر حتى غادي نتعرف على واحد بنت خالته، تعرفت على هذيك بنت خالته تعرفت عليها غير في الانترنت. المهم السلام السلام هادي هادي، قلت لها شوفي انا راني مرت فلان. ايوا السيده بدات كتقول لي احقا راه مو غتسطى لي احقا هادي احقا هادي. المهم بقات عليا بالهضره والكلام، صافي انا هي هذيك فحالها كانت سبب انها تخليني نزيد نحكر. المهم كنمشي عندو كنقولو شوفي داك كنتي كتبغيني ديال بصح خاصك تسمع الكلام، تسمع مع والديك الموت والحياه، كيقولي انا بغاو يموتو يموتو، انا ما درت لهم حتى شي حاجه هما اللي اداوني. المهم كنطلب ونزوق فيه يديها البنات بالسوم لي باش يتصالح مع والديه، تفلو عليا انا صراحه بزاف الناس كيقولوا لي غلطتي، ولكن انا كنقول هادشي درتو في سبيل الله وربي كيخلصني، يعني انا راه ماشي فهمتي انا بقاو فيا والديه، اما حتى راجلي ما كان ناقصو حتى شي حاجه في ديك الوقيته. انا كنت كنقول الله يحسن الاحوال لهاد الام اللي مده ما شافتش ولدها، ما دوات معاه، ما عرفه طريقو، ما عرفه حتى شي حاجه، والوقت اللي دويت مع هذيك بنت خالته كتقول لي ويلي السيده غتحماق، قالت لك السيده غتسطى وتحماق وما لاقينوش وهادي وهادي، حيت هو بدل النمره، ماشي بدل النمره بدل المدينه، وصافي قطع التواصل ديالو مع تريكتو. المهم البنات صافي بقينا هكاك، كنجي مع ديك بنت خالتو كنهضر معاه بشويه بشويه حتى السيد رطاب. المهم كنت قلت له شوف والديك ما تتعاملش معاهم، ما تمشي عندهم يجيو عندك، والديك غير شوفهم في سبيل الله، انت كتعرف بينك وبين الله وكتصلي وربي وصانع على الوالدين، كيقول لي مالي انا شنو درت لهم؟ كنقول له شوف راه لمجرد انك انت ما كتهضرش معاهم، لمجرد انك مقاطعهم، هذا راه عقوق، راه تخلي امك مشويه عليك بنت ما عارفك حي ما عارفك ميت، راه ماشي سهله. كيقول لي لا هي اصلا ما مسوقاش ليا. كنقول له شوف حنا كاملين كنغلطوا. المهم البنات بخلاصه القول بقيت معاه هي تقريبا لواحد الخمس شهور من مورا ولاتي هاد الموضوع، كنفطرو بيه ونتغداو بيه ونتعشاو بيه، نفطرو بيه ونتغداو بيه، بعض المرات كيجبد لينا صداع بيه وكيقول لي صافي صدعت لي راسي، وكيبدا يغوت عليا وكيقول لي سدي الموضوع، وانا كنصد الموضوع ديك الساعه ولكن من بعد كنوض ليه. المهم غنبقى حتى النهار اللي غادي نقنعو وغادي نقول لك شوف خصنا نمشيو نشوفو والديك وتسامح معاهم كاع ما تهضر معاهم من بعد. المهم السيد غيقول لي واخا، هزينا هذاك الوليد شدينا الطريق، هو كان عارف دارهم وعارف كل شيء، شدينا الطريق عاد توقفنا عليهم. المهم السيد دق الباب، حلت لنا ماما كيف شافته تلاحت عليه، هما كيقولوا انه كان فوتوكوبي ديال بابا، يعني فاش كان صغير كان في حاله. المهم تلاحت عليه واحد المنظر ما نقدرش نوصفه لكم كيفاش داير، هي تبكي وهو يبكي وتشوف فيا وتعنق وتبوس وتهز ولدي وتبوس وتعنق. المهم مو كانت عارفه انني انا اللي جريت في داك الصرح، لانني كنت كندوي مع بنت خالته وكنت معاوده ليها كلشي.
فرحوا بينا البنات ما خلاو ما داروا. المهم راجلي غير كيشوف لقى باه مريض، لقى مو ماشي كيف ما شافها قبل، فحال الراجل حن واحد شويه ليهم. صافي دوزنا عندهم يوم هين، من بعد هما شدونا حتى ايا باش نجلسوا. المهم كان جاو العائله ديالو كامله، خالاته وعماته وخوالو وعمامو، كلشي كان جا باش يشوف داك الدري. فرحوا بينا وكلشي. المهم دوزنا داك اليومين شدو حتى ايا باش يبات باش يزيد زعما الليله اخرى. هو قال لهم لا ما نقدرش عندي الخدمه، واخا زعما هو ممكن انه يجلس. انا ما حكرتش وما دويتش، كنت كنقول لهم زعما هو اللي يعرف. صافي خرج، كملنا ديك الخرجه، هزينا راسنا ومشينا. مشينا البنات، السيد قال لي درت لك خاطرك صافي زدي عليا هذا الموضوع. كنقول له شوف انت كتشوف والديك كيفاش دايرين، حيت انا النهار اللي مشيت لقيت الناس في واحد الحاله اللي ما نقدرش نوصفها لكم، قلت شي ديال بصح قلت شي يا البنات. عرفتي الدار ديالهم كان عندهم واحد البيت بوحدو اللي صالح للسكن، الكوزينه كتنقط بالماء، الحيوطه كاملين مشقين لانهم كانوا ساكنين في داك السكن القديم بزاف وسط المدينه. المهم واحد الدار يعني في اي لحظه تقدر تريب. المهم انا فاش شفت داك منظر الصراحه بقاو فيا دوك الناس. ما علينا البنات، رجعت لدارنا. قلت لك رجعت لداري، بقيت كنهضر معاه. كيقول لي شوفي درت لك خاطرك صافي زدي الموضوع. كنقول واش دابا نتايا واش ما كيضركش خاطرك؟ شو والديك فين عايشين؟ شوف الحاله، عطيهم، عيط لموك سول فيها، الموت والحياه، عيط لباك. انا اللي كنت كندفعو باش يعيط، وكان كيعيط وكيبقى يشوف فيا يعني، وكيبقى يخنزر. وفاش كيكمل كيقول لي وصافي دابا ارتحيتي ودوزي خليني الناس، يعني بز منه كيعيط ليهم. وانا كنقول ماشي مشكل، المهم غادي نبقى حتى النهار اللي كنبوس لي يدين ورجلين. وكنقول ليه خلي عائلتك يجيو عندنا، خليهم يفوجوا، خلينا نتعرفوا عليهم كتر. السيد ما بغاش وقال لي ما عندك ما ديري بهم. وانا والو كنقول والو، نعيط ليهم. فعلا كنت عيط ليهم، جاو عندي للدار، جاو عرفتوا الناس ما تعز ليهم ما بين الجماعه غير هما، الظرافات والبوسان والتعناق وبنتنا والله يكمل عليك بخير انت لا ولدنا، ومن هنا ومن لهي داك الظرافات اللي ما نقدرش نوصف لكم كيفاش دايره. المهم دوزنا ديك العراضه، الناس مشاو، الراجل ولا مره مره يعيط ليهم، فراس كل شهر كيصيفط ليهم. شويه كان خرجوا من ديك الدار، وكان كان مشى وكرا لهم واحد الدار واحده اخرى خرج ليها. حنا في هذه الوقيته كنا شرينا دارنا. المهم كان خرج والديه من تما، لان ديك الدار عرفتي راه غادي تطيح في اي لحظه، ولا هو اللي كيصرف عليهم يعني، كل شهر كيصيفط لهم واحد المبلغ مالي نيشان البنكه، ما يعيط ليهم ما يعيطوا ليه. وانا كنت كنبزز عليه يعيط ليهم يسول فيهم وداك الشيء. العلاقه بدات غادي وكتحسن، حتى ولا راسو كيعيط ليهم، ولا تاع كيهزني ونمشيو عندهم. كانت ماما مرضات، مشى طاير هزا جاب عندي، ما خلا فين داها، دوز ليها شويه. ولا الخطيب عطي، عرفتي داك الشغل ديال تلقى الرجلين، فحال طلقنا ليهم رجليهم. ولا كل شويه كيجيو عندنا، كل شويه كنمشي عندهم الفرحه. ومن ما كانش عندي مشكل، وبالعكس كان عزيز عليا هكاك. فاش كنت كنشوف الولد كيصرف عليهم ما كنتش كنهضر، بالعكس كنت كنقول ماشي مشكل، الدنيا هانيه، حتى انا ودا الولد من كرشي. حتى انا واحد النهار نبغيه يحن فيا ونبغيه يوقف معايا الا كنت محتاجه، علاش لا. المهم كنت كندير داكشي بنيتي الصافيه، وكنفرح الوقت اللي كيكون غادي لدارهم كيقول لي نمشيو نتقداو. كنت كنمشي الحاجه الغاليه كنهزها ونحطها في الشاريو نقولو يديها لداركم. نمشي ناخذ البيجامات لليها للعقوسي للطفيلاتي بربعه بهم، هادوك اللي مزوجات واللي ما مزوجاتش ما نخلي ما كنتي. المهم ديما غاديه محمله مجمله، فرحانه، ما عنديش غرام المشكل. كنوصل عندهم، منين كنوصل ما كنجلسش الارض، يديا بيديهم في الشقه، نوض نعاون نضحك. المهم بقينا جرين هكاك البنات بشويه بشويه، حتى صافي العلاقه رجعات. انا فرحت بزاف وقلت الحمد لله على هذا الاجر اللي درت. واخا ماما ما نكذبش عليكم كانت شويه خايفه، وكانت مره مره تدور وتقول لي عندك تكوني جبتي على راسك النحل. وانا كنقولها ويلي امي انتي، ويلي امي انتي شمن النحل غنجبد عليا؟ انا عقوستي الله يعمرها دار، وطفيلاتي الله يعمرهم يعمر لهم الدار، وخاصه في الوقت اللي نبغي نسافر نعيط ليهم، الوقت اللي نبغي نخرج نعيط ليهم، الوقت اللي يكون عندي شي مناسبه نعيط ليهم، ما نلقى ما يدار جالسه في الدار نعيط ليهم نقول لهم اجيو تجلسوا عندي شويه. عرفتوا البنات بعض المرات
كيكونوا عندي الفلوس وكيجي عندي خواتاتو بجوج لي مزوجات ما كانش عندهم، كنت كندور معاهم مني ليهم، لان راجلي كان كيقول لي هادوك مسؤولين من راجلهم وهو كان كيعطي غير لمو وباه دواهم مصاريف الماكله والشراب. المهم هادشي اللي كان هادو. انا هادوك البنات فاش كانوا كيجيو عندي ولا مثلا كيبغيو يجيو وديما كيقول لك حقا ما عندناش فلوس ترونسبور، كنت انا اللي كنصيفط ليهم. المهم البنات بقيت هكاك حتى النهار اللي الراجل رجعت علاقته مزيانه جدا مع ماما، ولا هو اللي عيط ليها ماما ولات كتجي كتبغي تمشي كيشدها. المهم السيده فحال حسات براسها تمكنات، ايوا تما وهي تنوض ليا هي ولفعات وقالت لك حاشاكم انا ما عجباهاش، وماشي انا هي المراه اللي تمنات لولدها، وولدها تبارك الله يستاهل واحد احسن مني. وحلفات بما لا حتى طلقني. انا الهضره وصلتني وتما شعلت فيا العافيه، ما كنتش عارفه واش نطيق ولا لا. المهم الحاجه الوحيده اللي درتها الجميلات ديالي الغزالات ديالي هنا سال الجزء الاول ديالنا. اما القصه ديالنا يلا حرفيا بدات، ما تتخيلوش شنو غيوقع فيها. شوفوا انا ما غنقول لكم والو، عارفيني مزيان فاش كنقول لكم قصه شاخده كتكون شاخده، قصه البنات ماشي شاخده شي حاجه اكثر. ما غنزيدش نطول عليكم ونتلاقاو مباشره في الجزء الثاني اللي غتلقاو الرابط ديالو في اول تعليق. الغزالات ديالي هنا ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم، نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم.